مشكلة المرأة دلوقتي؟ مشكلة المرأة أنها فهمة بعض في بعض بعض السيدات فهمة حقوقها غلط. أنا شايفة كده. بعض الناس هتعتبر أن ده ممارسة من العنف للمرأة ضد المرأة. لا خالص، لا لا خالص. ولكن هي يا جماعة مش مجرد حقوق تأخذ، أنت عندك حقوق لكن عليكي واجبات لازم تؤدى. يعني مثلا أنا أم ابني عنده 10 شهور، في الأخير أنا بقرأ كتير جدا عشان أربي ابني وأطلعه للمجتمع، خاصة أن المجتمع دلوقتي مليان عنف وعنف شديد جدا. لكن في أعرف ناس قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة غير أنها سايبة أولادها قدام التلفزيون. هذا ليس لها علاقة بحقوق المرأة.